بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا، إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأس وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مداقو وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تَسْتَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يؤذيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج زوجين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها وموسى إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوى على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحب الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسال لما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إِن أَنتُم إِلَّا مُفْتَرُونَ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطْرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين